السلام عليكم شباب وبنات، شلونكم واخباركم؟ عساكم بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا فيديو اليوم راح يكون بخصوص شلون يتم سحب اقامه من اللاجئ في اوروبا، في بلجيكا، في المانيا، او في فرنسا، او في اسبانيا، او في اي بلد اخر. اليوم راح نحكي بخصوص هاي الموضوع. الفيديو ما راح يكون طويل لانه بصراحه انا لو عندي وقت كان سويت فيديوهات يعني اطول، فلذلك سويت هذا الفيديو حتى نكون متفاعلين وياكم، وان شاء الله باكر او بعد باكر راح يكون فيديو قوي جدا بخصوص الفرق بين اللجوء السياسي واللجوء الانساني. هاي الفرق لازم تعرفها، وان شاء الله الحلقه الجايه راح اشرح لكم بالتفاصيل. بس اليوم قلت لازم اشرح لكم بخصوص سحب الاقامه من اللاجئين. طبعا هاي التكمله او هاي الحلقه راح يكون من ضمن الفرق بين اللجوء السياسي واللجوء الإنساني. طبعا اللي ما يعرفني، انا اسمي ستيفان من العراق، مقيم في بلجيكا. صار لي فتره اسوي فيديوهات بخصوص الهجره، قوانين بلجيكا والدول الاوروبيه الاخرى والسفر والسياحه، وهم يعني مغامرات وطلعات واكتشافات، يعني قناه منوعه على ذوق الجميع. فاتمنى اللي يشوف هذا الفيديو كاول مره يشترك بالقناه، واللي مشترك ويانا يعطينا لايك ويسوي نشر حتى الكل يستفيد وهم يدعم القناه. المهم، شلون يتم سحب الاقامه من اللاجئين في دول اوروبيه؟ اليوم راح اقول لكم شلون يتم سحب الاقامه من اللاجئين. اكثر الحالات انه الشخص اللي حصل على الاقامه السياسيه هو ممنوع منع باتا انه يرجع الى بلده. فمن يرجع الى بلده ويرجع الى مثلا البلد اللي مقيم بها، مثلا بلجيكا، راح اعطيكم مثال. لنفرض اكو عراقي او سوري او يمني، ما يهم، المهم مواطن يعني عربي وفي بلده حرب او في بلده مثلا اذا يرجع الى بلده بها خطوره على حياته، هو في بلجيكا وحصل على الاقامه، بعد سنتين يريد يرجع الى العراق حتى يشوف اهله. فهو رجع الى العراق وبعد فتره، بعد اسبوعين او شهر، رجع الى بلجيكا مره ثانيه. والسلطات البلجيكيه او دائره الهجره عرفت بالموضوع انه الشخص رجع الى العراق. هم راح يدزون لك دعوه على مود سحب الاقامه، وراح يقول لك شنو السبب اللي خلاه ترجع الى العراق. لانه تعرف اللي عنده لجوء سياسي ممنوع منع باتا يرجع الى بلده، لان اصلا هم ينطون الاقامه على اساس انه حياتك في خطر اذا رجعت الى بلدك. فلذلك ينطوك اللجوء السياسي. مثلا انت من اجيت قدمت على اللجوء السياسي وانت في مقابله قلت انه في بلدك انت تعرضت الى التعذيب من قبل الحكومه، او مثلا انت كنت جندي وكان عليك اعتقال وسجن او مثلا اعدام، فلذلك ينطوك لجوء سياسي. بهاي الحاله من ترجع الى بلدك زياره حتى تشوف اهلك وترجع مره ثانيه الى بلد الاوروبي اللي انت مقيم بها، راح يسحبون من الاقامه، يعني 95% يسحبون من الاقامه، حتى اذا جبت مثلا اثباتات او تقارير انه مثلا لا سمح الله والدتك كانت مريضه او ابوك كان مريض، فلذلك انت رحت الى العراق او سوريا حتى تشوف اهلك، هاي مو سبب وما راح يعني يقتنعون بها. انا شخصيا اعرف ناس رجعوا الى العراق وكان عندهم لجوء سياسي، وبعد ما رجعوا الى بلجيكا سحبوا من الاقامه، وسالفه صارت محكمه وسالفه هم يطول. اكو ناس شنو يسوون؟ مثلا عندك عراقيين بالمانيا يجون يسافرون عن طريق مطارات بلجيكا، او مثلا عندك عراقيين في بلجيكا يسافرون عن طريق مطارات هولندا. بس لازم تعرف انه اكو تبادل المعلومات، لازم تعرف اكو تعاون مشترك بين المطارات الاوروبيه، خاصه هولندا وبلجيكا والمانيا. اول شيء الضابط من يشوف الجواز مالتك، يعني من ترجع، يمكن يسوي صوره او سكان ويدز هاي المعلومات للدائرة الهجرة في بلجيكا. يعني مثلا شخص عراقي راح الى العراق عن طريق مطار امستردام في هولندا، وانت رجعت، ضابط اكيد راح يشوف الجواز، راح ياخذ السكان او الصورة ويدز للكوميساريات دائرة الهجرة في بلجيكا. بعد فترة يدزوا لك دعوة، ولازم تعرف انه راح يعطوك موعد حتى انت تقولهم شنو السبب اللي خلاك ترجع، وراح تصير مقابله مره ثانيه، يسوون 3 ساعات مقابله وياك، من ساعتين لازم يعني مثلا تاخذ محامي، يمكن تاخذ محامي وياك. هاي الحاله لازم تشرح الوضع، ومثل ما قلت يعني يمكن 95% يسحبوا من الاقامه. يمكن هسه اكو شخص راح يكتب التعليقات، انا اعرف ناس من المانيا وعندهم لجوء سياسي او من بلجيكا وحاليا بالعراق. نعم اكو حلول، بس هم شوي بها يعني مجازفه وبيها دوخه راس.
طبعا اكو حلول. اكو ناس شنو يسوون؟ مثلا شخص عراقي في بلجيكا عنده لجوء سياسي، هو رجع الى تركيا، راح يبقى يومين في تركيا، ومن تركيا راح ياخذ خير تكت او يروح بالسياره الى العراق عن طريق جواز العراقي، يعني ما راح يشوف لهم الاقامه البلجيكيه. بس تعرفون بالحدود هم راح يخلون الختم مال الحدود، يعني مال الدخول العراق. فانت من ترجع فات مره صار عندك موعد بالبلديه، راح يطلبون منك مثلا الجواز اذا صار يعني ضروري، اذا طلبوا منك الجواز. بهاي الحاله اذا شاف الختم بالجواز ان انت رجعت العراق هم من راح يسحبوا منك الاقامه، صدقني بها مجازفه. في هاي الحاله انت من ترجع لازم يعني تجدد الجواز مره ثانيه، يعني هاي الجواز لازم مثلا تشقها وتجدد جواز ثاني، او قصدي تجيب جواز جديد، لانه اذا البلديه شافت انه انت رجعت الى هاي الحاله راح يطلبون منك الجواز، وراح يسوون موعد وياك دائره الهجره، وبهاي الحاله يمكن يسحبوا منك الاقامه. فاكو ناس مثلا يسافرون عن طريق غير مطارات، يعني يجازفون، يمكن الضابط ما يسوي صوره، مثلا شخص في بلجيكا سافر مثلا من مطار مدريد او من مطار برشلونه او مثلا من مطار بازل في سويسرا، يمكن بهاي الحاله الضابط يعني مثلا ما يشوف، يعني قصدي هو يعني ما ينطي معلومات للمطارات البلجيكيه او مثلا دار الهجره في بلجيكا. فهاي هم شويه بيها حظ، بس اذا كان من هولندا او بلجيكا او مثلا من المانيا اعتقد 95% يسحبوا منك الاقامه، وانا اعرف ناس شخصيا. فحبيت اعطيكم هذا الشرح حتى تعرفون اللي حاصل على لجوء سياسي ممنوع من عباد ان يرجع الى بلده قبل ما يحصل على الجنسيه في البلد اللي مقيم بها. وان شاء الله الحلقه الجايه راح اعطيكم كامل التفاصيل بخصوص الفرق بين اللجوء السياسي واللجوء الانساني. فاتمنى يعني تسوون نشر للفيديوهات حتى الكل يستفيد، واذا الشخص اللي ما يصدق هاي المعلومات او يعني يشك بالمعلومات تقدر تاكد بنفسك، تقدر تشوف اليوتيوبريه الاخرى. بس انا صدقوني ما اشر معلومه اذا انا مو متاكد منها. بعدين انا شنو راح احصل يعني اذا هسه اجيت وجبت المعلومه مو صحيحه، ومثلا انطيتكم يعني خبر يعني بها كذب ومو حقيقيه؟ لا صدقوني انا ما اشر معلومه، وحق الله لو عندي وقت كل يوم اسوي لكم فيديو يعني حتى تستفيدون منه. انا حتى شوف اجى التفاعل، جاب المشتركين ما تهمني، صحيح التفاعل حلو ويعني حافز ودعم معنوي وهمين واحد يستمر وياكم، بس انا صارت يوتيوب والفيديوهات صارت من هواياتي، يعني خلي نقول حتى اذا ما جاب تفاعل وما جاب مشتركين راح استمر انزل فيديوهات بكل شيء، لو قناه منوع واحب انزل فيديوهات وكل ما يخص في الحياه في بلجيكا وفي دول اوروبيه الاخرى وسفر والسياحه وتذاكر طيران وكل شيء. فلذلك احنا مستمرين وياكم، وان شاء الله اكيد الفيديوهات القادمه راح يكون افضل واقوى، وان شاء الله اكيد راح تستفيدوا من الفيديوهات. فشباب نرجع لموضوعنا، مثل ما قلت اتمنى يعني تعرفون هاي المواضيع، لانه انت من تجي وتنطيهم سبب، يعني انت من تجي تقدم على الاقامه في اوروبا لازم تعرف شنو الكيس مالتك، شنو السبب اللي انت راح تقدم به لجوء، لانه هاي يعني يحدد مصيرك اذا انت تقدر ترجع الى العراق او لا، لانه فرق بين اللجوء السياسي واللجوء الانساني، هاي راح نشرحها بحلقه جايه. بتمنى يعني تسوون نشر حتى الكل يستفيد من هذا الحلقه، لانه اكو ناس يمكن ما يعرفون الفرق، والفرق مهم جدا، واكو امتيازات، كل حاله كل اقامه عندها امتيازات، فراح نشرحها ان شاء الله، وما راح نقصر وياكم بنشر فيديوهات الايام الجايه. المشكله انا حاليا يعني بهذا الاسبوع كان شغل مسائي، فاشتغل بالعصر لحد المساء لحد ما ارجع اكون تعبان، وثاني يوم من اقعد من النوم لحد ما افطر يعني اتريق، وبعدين اروح للشغل مره ثانيه. فلهي الاسباب شويه اتاخر بالفيديوهات، ان شاء الله الاسبوع الجاي عندي شغل صباحي، وهم راح اخذ عطله حتى نسوي فيديوهات قويه ونعطيكم فيديوهات تخص بكل شيء بخصوص الهجره والسفر وقوانين بلجيكا والمانيا وهولندا. راح نسوي سلسله همين، وهم راح نسوي سلسله المهن المطلوبه في بلجيكا او دول اوروبيه الاخرى، وبخصوص الشهادات بخصوص الدراسه. واذا عندكم مواضيع او اذا عندكم افكار اكتبونا بالتعليقات حتى نسوي لكم اياها. طبعا حبيت اشوف لكم الاجواء في بلجيكا، طبعا اليوم مطر، سمعت بتركيا وشمال العراق وبيونان كله ثلج، يعني نازل ثلج هوايه، بس يمنا هالسنه ماكو ثلج،
قلت بلكي يعني ينزل الثلج واسوي لكم فيديو مثلا بالغابه او مثلا في مكان حلو، بس مع الاسف ماكو. بعد شويه انا همين اروح للشغل، فاتمنى تستفيدون من هاي الفيديو وتنشرون على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الكل يستفيد، واشكركم على الدعم وتحياتي للجميع. سلامه.